الفنان المناضل شعلة عطايا أحد طيور الجزائر الذي حلق عاليا في سماء الإبداع السيد الهاشمي محروق. تسلم له الجائزة زميلتي المبدعة الفنانة المتألقة أروى محروق. فليتفضل مشكورا تحيه. مناسبة الهاشمي محروق غني عن التعريف والله يعني شهادة مني ومن كل الزملاء وكل الذين عرفوه هو مناضل ومجاهد في حق الفني ومناصر قضايا كثيرة البيئة وين تروح تلقى ويغطي كثير من المشاكل المتعلقة بالوطن وكذا ويعمل على حل المشكلات بارك الله فيه وإن شاء الله ربي يقدروا لمزيد من الانتصارات صفحة طيور الجزائر نعم هو طائر من طيور الجزائر وإن شاء الله أتمنى له كل التوفيق والنجاح والمثابرة إن شاء الله في مستقبله الفني. شكرا. قبل الختام لا ننسى أبدا أن نتكلم عن الآيات السخية التي ودت لنا